حيدر، 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 أنا خايفة أكثر من الأول. بما أنه بنات العيلة مصدقين كلام دعاء، روهان كمان رح يصدقها أكيد. روهان ما عاد رح يقدر يوثق فيني بعد ما يسمع. أنا كيف بدي أتصرف إذا تركني اليوم؟ قلتلك هالشي مستحيل غزل. روهان ما بيعمل هيك شي، ودعاء روهان ما رح يعرضوا كلامي. تأخر الوقت، يلا عنه نحكي بعدين. عن جد جاي عبالي عانقه لحبيبي حيدر وما اتركه. بصراحة مالي خلق اطلع على غرفة روهان، بس اليوم مضطرة حاكي. حبيب قلبي انت روهان، حبيبة قلبك غزال جاي هلا بإيدي الحلوين، بدي رش الملح على جرحك كرمالك، بس لتتعلم ما توثق بحدا. روهان أخوك رح يشكك فيك، وانت رح تصير تكرهه كتير. هذا الوعد مني إلكم. انت من أول ما فتي مو عم تحاولي تمدحي زوجك قدامي؟ هو قضى حياته كرهان أبوه لأنه غلط مع أمه. أبوه بالماضي جرح أمه بكبرياءه وظلمه كتير، بس أبونا ما عمل شي غير أنه احترم رأيه وتقبله. المفروض احترام الأب أقوى من زعل الابن، بس زوجك طلع أشطر من أبوه بمراحل. شو تصرف ليخلي حبيبته معه؟ ساعدها بس لحتى تتزوج من أخوه الصغير وتضل بالبيت بحشته. بهالطريقة بيقدروا يعملوا عمايلهم الوسخة بالبيت. أنا خجلان حتى أفكر فيهم بهالطريقة. روهان أصحى، كل شيء قلته غلط وما أنا مزبوط. أنت كتير ظلمته، وقت تعرف إنه أخوك بريء رح تندم كتير. ما حدا غيرك رح يندم. ما بعرف كيف متحملة كذب وخيانة زوجك قدام عيونك. لا روهان، لا القصة مانا هيك. لا هلأ فهمت عليك، لأنه أنت كنت عيلة أخدار، يعني الثروة واحترام الناس والمظاهر، ما بدك تخسري هاي الشغلات. بس مشان هيك قررتي تضلي ساكتة وتتحملي. كتير فاجأتيني عن جد كتير. خلاص انت عم تخبص بالحكي لأنك مقهور، بس أنا ما رح أزعل منك. لا. أنا ماني مقهور، وهلأ يا ريت تطلعي لبرا. لا روهان ماني رايحة، انت لازم تفهم وتستوعب الحقيقة. خلاص دعاء، عم لك تركيني لحالي وتطلعي لبرا. بكفي دعاء. لا روهان، أخوك حيدر مانو غلطان، صدق اللي عم قوله. لو سمحتي اطلعي لبرا. يلا تركيني لحالي وطلعي. روهان يلا اطلعي. روهان لا تركيني. يا الله يا الله، أنا عم بنزف. إذا حيدر شاف الدم رح يتخانقوا، وقتها ما رح يسامحوا لروهان أبداً. لا كأنه حيدر رجع. دعاء، دعاء، انت هون دعاء؟ ايه بس شوي وبطلع. في شيء مهم بدي احكي معي. يا الله كون معي يا ربي، ساعدني.
ليش طولت كل هالقد؟ دعاء روهان؟ 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 روهان؟